مشاهدينا، برنامج حواري أسبوعي يناقش في 60 دقيقة أهم 10 قضايا أسبوعية تتعلق بالمجتمع السعودي. إنه برنامج بدرية، الإضافة الجديدة إلى شاشة MBC، أكيد راح نتحدث عنها أكثر. ومعانا نفسها بدرية البشر. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. أول شيء نتشرف بوجودك معنا. حبيبتي أنا تشرفت، وأنا واحدة المتحمسات جدا لأول حلقة اليوم. الله إن شاء الله يسعدك من طيبك. والله الله يسلمك. خبرين أول شيء، لما نقول قضايا سعودية، هل القضايا السعودية تختلف عن القضايا الخليجية القضايا العربية، ولا هناك تشابه؟ هو بدون شك أنه كل مجتمع له مشاكل ما هي موجودة بالمجتمع الآخر. كمان احنا دائما وقعنا بعد بمفهوم خاطئ، انه احنا نعمم نقول مثلا زي خلينا نفترض المرأة في المجتمعات الخليجية. نعم. المرأة في المجتمعات العربية. هو الحقيقة ما هو صحيح انه احنا نقدر نسحب هذا التشبيه على الجميع. نعم. مجتمع السعودية اعتقد انه هو يتميز بمشكلات خاصة عن دول الخليج وعن الدول العربية، بحكم أنه هو يعني المحافظة الشديدة وبعده على الإعلام. لا تنسي المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات اللي ما كثير منفتح إعلام على المستوى الشعبي والجماهيري. طيب لما نقول كمان أيضا قضايا السعودية، لاحظنا مثلا برنامج الثامنة مع داود بدون شك MBC في أسبوع، إحنا طبعا كان صباح الخير يا عرب، أيضا لنا خلينا نقول اهتمام أكثر من أي موضوع آخر في القضايا السعودية. فإيش اللي راح يميز أيضا برنامج بدرية في من حين هو أيضا راح يهتم بنفس أو راح يكون عنده نفس التوجه له وهي القضايا السعودية؟ هذا السؤال كثير مهم وينطرح علينا، وأيضا انطرح لما كلفت بأني أقدم برنامج. إنه وش اللي ممكن نقدمه يختلف عن الثامنة وبدون شك أو البرامج الأخبارية. اللي أنا حاولت أوضحه إنه الثامنة تتعرض لمشكلة بدون شك، تتعرض لحل مشكلة أو تقوم بحل مشكلة. أنا اخترت أنه برنامج يكون برنامج رأي، هو محاولة للفهم وخلق رأي. إحنا المشكلة تعرفين كثير من المتغيرات اللي ما أبغى أتكلم عنها الآن، إذا قلنا التعليم ولا الثقافة النمطية، تحاول دائما أن تفرض رأي واحد. فأبغى البرنامج يكون محاولة فهم وخلق رأي آخر. يعني طالما أنه إحنا دائما نسمع في الشارع رأي أو نقرأ في الصحافة رأي، فالبرنامج سيكون رأي آخر أو رأي ثاني. وهذا نعتقد هو يعني هدف البرنامج وطموح البرنامج، اللي عنده رأي يسمع رأي ثاني، واللي ما عنده رأي يشكل رأي. ونتمنى أيضا أنه يخلق الاحترام الآراء، ما في شك. يعني احنا في للاسف فئه كبيره من الناس اللي تتمسك برايها وما تقبل باي حال من الاحوال تقبل راي الاخر، وراي الاخر دائما اذا كان عكس رايه معناته خطا. بالتاكيد هذه انا اعتقد انه اكبر مشكله ثقافيه. هو اللي يعتقد الاخر انه اذا اختلف عنه الاخر يشعر بالتهديد، يشعر بعدم الامان او يشعر انه خطا. لكن الاختلاف دائما غنى، واعتقد انه اضافه. وتجاورنا وانا هذا اللي قلته بالبرنامج، احنا لا نريد خلق خلاف ولكننا نريد خلق اختلاف. ممتاز، وهذا الاختلاف إيجابي أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله. القضايا طبعا لا تعد ولا تحصى، وبالذات الآن في ظل وجود المواقع الاجتماعية كل يوم قاعدين نشوف تظهر على سطح هذه المشاكل، والشباب مو مقصرين أيضا يتم يعني تداولها ما بينهم. ولكن كيف يتم اختيار هذه القضايا أو المشكلات اللي تعرض في البرنامج؟ برامج التواصل الاجتماعي خلقت أمام الإعلام وأمام الصحافة بشكل عام تحدي كبير. الشباب كجيل نولد في ظل هذه الوسائل أصبحت الجرأة من بديهياته، فيسارع لطرح كل ما يخطر على باله. طب شو اللي ممكن يجي الإعلام التقليدي ويضيفه؟ هي المسألة ما يتميز عنها عن الشباب اللي هو التجربة والخبرة. أنا أكيد إنه الشباب مهمين، عندهم العين النظيفة، الحواس اللي متألقة لسه ما بعد دجنت، فالتقاطهم للأشياء سريع. لكن يجي برنامج زي مثلا البرنامج اللي نحاول نقدمه، انه كيف نتمتع بهذه الجرأة والشجاعة، لكن في نفس الوقت نضعها في سياق متزن، في سياق مفهوم، حتى في سياق يطرح أسئلة، لأن السؤال هو نصف الحل إن لم يكن هو الحل كله. نعم. إذا أنتم ما راح تبحثوا مثل ما قلتي عن حلول، ولكن راح تطرحوا قضايا تشوفوا فيها الرأي والرأي الآخر. بالطبع. الرأي الآخر هل راح يقتصر على مثلا شريحة معينة، وإن كان مش شريحة معينة كيف تم اختيار هذه الآراء، وهل حيدخلوا المسؤولين في إبداء آرائهم أيضا؟ جميل هذا السؤال جدا. فعلا إحنا لما جينا نخلق رأي بنقول هو من رأي أنا ولا رأي آخرين. بالطبع. أنا بحاول إنه أنا أضعها يعني في شكل الرأي الشامل. بعض الأخبار أنا بعلق عليها، بعض الأخبار
الأخبار أنزل للشارع وأسمع رأي الشارع. بعض الأخبار نحتاج إلى أحد يعطينا بعد أوسع. قد لا نلجأ إلى مسؤول لأنه إحنا ما نبغى المسؤول الردي يعني يتحدث في برامج أخرى وفي نفس الوقت قد يكون اللي أخذناه حد تصريح مسؤول. فبالتالي راح نبعد كثير عن تصريحات المسؤولين، لكن حنحاول ناخذ يا خبراء يعطونا أبعاد أوسع للخبر أو يضعون إضاءات، فبالتالي إحنا عندنا الرأي يدور في دائرة أوسع. حلو، لما نقول أبعاد من خلال خبراء، هل هذا معناته إيش راح يصير إذا تم الوضع على حالة في أي موضوع تطرحيه؟ شوفي، أنا أقول أنه أهم هدف للبرنامج محاولة فهم. فرضاً أنا ماني فاهمة هذه القصة أو ماني مستوعبتها، مش واضحة لي. إيه، ما هي واضحة لي. هي أسئلتي هي تيار، لما أجي واحد أو خبير يطرح كمان بعده حيكون تيار، بس بيظل المشاهد عنده التيار الثالث اللي حياخذ سؤالي وحياخذ تعليقه وراح يفكر. أنا ما أبغى أحد يجي يعتقد أني أقوله صح أو أن الخبير هذا صح. أنت بالأخير إحنا نبي نخلق حالة وعي، لأنه الوعي هو اللي يحل المشكلة. الوعي مش أني أنا أفهم عنك أو أحط حل عنك، الوعي أني أنا أخليك شريك في المعلومات، شريك في النقاش، شريك في الحوار، وبعدين كل واحد يصنع حله اللي مناسبه أو يأخذ الفهم أو الوعي أو الحل اللي يتناسبه ثقافته وأبعاده. البشر مختلفين على مستوى حتى أدائهم، على مستوى فهمهم، على مستوى جرأتهم. مش كل الناس يقدرون يعطون ردود فعل متساوية، فكل واحد يلزم النقطة اللي هو تشعره بالأمان، بس بشرط ما يعتقد أنه الآخر مميز عنه أو أحسن منه أو هو أحسن من الآخر. أكيد، جميل. إحنا دائما نقول نحتاج إلى وعي وثقافة وانفتاح. الانفتاح مش لما نقول انفتاح معناته انفتاح باللبس ولا بالشكل، ولكن انفتاح بالضبط. بالثقافة، بالتصرفات، بالضبط. بالتعامل، بتقبل الآخرين حتى لو كانوا ما يتفقوا معانا وما نتفق معاهم. بالضبط. كلنا حماس نحن نتابع برنامجك الليلة إن شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق. وإحنا تعودنا على بدري البشر يعني على ورق، اليوم راح نشوفها على الشاشة إن شاء الله. الله يخليك، شكرا. أنا سعيدة باستضافتك يا لجين. الله يخليك، تسلمي جميعا إن شاء الله.